المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والعاشرة مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر الراديو والتلفزيون المشاهير ومشاهير العرب في اي بي، بنرحب بالصديقة العزيزة اللي صدفة تم اللقاء اخيرا في لبنان، النجمة العريقة باسمها طلطة وعلى الشاشة سحر فوزي. اهلا وسهلا فيكي بلبنان. اليوم شفناك عم نشهد انطلاق لفيلم بالغلط للفنان الرائع زياد برجي، وشو بتحب تقولي لهم للمنتج رائد سنان وللفالكون فيلمز على العمل الجميل؟ شو حبيتي بالفيلم؟ هلا نحن بأمس الحاجة لهذا النوع الهادي من الأعمال الدرامية سواء سينما أو تلفزيون أو مسرح. اللي بدهم يقولوا وصلوا له الفساد ببداية الفيلم، اتطرقوا للفساد حتى بطريقة غير فج ظريفة، كانت مهضومة ودمها خفيف ووصلت الرسالة. الموروثات اللي حاملينا بداخلنا وجواتنا من خلال الخطيب، قديش حاملينا من الذاكرة لتاريخ الحاضر بطريقة غبية وبطريقة مؤذية وبطريقة مشوهة ومرضية. كثير من العائلات وكثير من الأسر بتلاقي في أشياء بتتوارث من جيل لجيل وهي أشياء خاطئة ونحن مصرين عليها. نطلع للمجتمع الغربي منقول يا الله كيف بيعيشوا، يا الله كيف بيحكوا، ما بيخجلوا، ما بيكذبوا، ما لهم مضطرين. ونحن عم ننتقد وعم نمارس نفس الغلط، أنه شو لازم عيب وشو يعني العيلة، مفهوم العيب، مفهوم الصح ومفهوم الغلط كان عند هاي الشخصية كله خاطئ. فنحن اتطرقنا لأكثر من جانب، العاطفي، الجانب الرومانسي بالفيلم، للصورة الجميلة، في تاتش كوميدي كتير حبيته، وممثلين كانوا جدا مهضومين كلهم بدون استثناء. والجانب السياسي يلي كلياتنا سبب أزماتنا بالمنطقة هو الفساد. 100%. بدي أقول لك كمان مبروك على تكريمك امبارح بالأمسي أوارد، كمان بالأمسي من قبل الأستاذ فادي شبل واللجنة الرائعة. عرفنا أنك موجود ببيروت أخص لها التكريم الرائع، بتستاهليها كأفضل ممثلة عربية. تسلم على أنا تكريمي حقيقي أنه هذا الجمهور، يعني أنا من وقت ما دخلت على السينما لهون أو برا بالانتظار حسيت بمحبة أهل لبنان، وهي بتحسها مضاعفة. نعم. عن أهل بلدك يلي هن إلك الحق عليهم، انتعبت أنت معهم، عم بيشوفوك، لازم يحبوك. هون مو لازم، هون حبوك لأنه حبوك. فحفوة الناس واستقبالهم مبارح بالإيفينت واليوم بافتتاح هذا الفيلم الظريف، حبيت، حسيت بعاطفة وهي دائما موجودة. أنا ثلاث أرباعي أو نصي لبنانية، مو من حيث الحب والانتماء والعاطفة. حبيت الفيلم. شكرا سيف الشيخ نجيب. أنا سبق اشتغلت مع مخرج الفيلم أكثر من عمل، وهو عينه عين سينما وعنده خفة الظل بيروحوا، لأنه عمل بقى الضوء، عمل كتير أعمال إلى علاقة مهمة بالكوميديا ومهمة وعملت صدى. رافي وهبي كاتب ظريف مهم جدا وصاحب فكر، كمان بقول له مبروك وبقول مبروك للشركة المنتجة، أنه بتمنى لما نشوف لك عمل معه، بتمنى ما يكون العمل الأول ولا الثاني، ولا لأنه الخط اللي ماشينه كتير ناعم وكتير ظريف وكتير خفيف وغير يعني كمان مباهز. إنتاج واضح، مسألة الإنتاج قديش نحن قادرين، يعني وخصوصا نحن بأزمة نقدر ننجز فيلم مثل هذا
بأقل خسائر ممكنة بدون بزخ، بس نحن عم نوصل رسالة معينة، عم نرفه على العالم شوي خلال غير شوق تماما. يعني مو بضرورة أني أنا رصيد هذا الفيلم يكون ميزانية كتير عالية لإنجاز فيلم، لا، جماعة كتير حبيتهم، حلوين، قدموا عمل ظريف بطريقة بسيطة جدا وبتكلفة ما بتصور كتير عالية 100%. وممثلين ظراف حبيتهم، كلهم حبيتهم 100%. كل التوفيق لكم، بقول لهم، وبتمنى بالسنة نشوف 3-4 أعمال لكم. تشكرك كمان على يدك البيضة، اسم الله عليك، باكتشافك الطفل محمد شنيد يلي تبناه المبدع الموزع كمان صبح محمد. خبرينا شوي عن هذا الشيء، ونحن كمشاهير العرب، كمجموعة مشاهير العرب، نكبر بإنسانة مثلك معنا بمجموعتنا يلي بترتقي مجموعتنا بالأشخاص الجميلة يلي بيرفعوا لنا رأسنا بالعالم العربي أمثالكم. الله يخليك. هلا هو مو اكتشاف، محمد جنيد يلي ما كنا بنعرف اسمه، واللي اجاني كتير اتصالات بأسماء مو صحيحة، انه هذا قال لي انا وابوه دخل عندي على الخاص وحكى معي، وهذا كذا حدا، تمت عملية نصب كتير كبيرة. انا مثل اي حدا، انا ام بالاخير، شفت شاب طفل صغير بين اناني المي، خفت يكون مشرد، خفت ما يكون عنده اهل، فعملت نداء من خلال كل المواقع. شكر روحك الإنسانية أنك بدرت بهالموضوع، ست صحة. دخل صبحي محمد على النداء اللي عملته، حطيت الفيديو تبعه، حط أنه أنا أرقامي كذا كمان اللي بيلاقي، فيبدو كان الأفضل أن يوصلوا لصبحي. إن شاء الله. شوف تعملي خير، ست صحر يقلب عليك بالخير. شو نقول؟ ونحن كمجموعة مشاهير العرب بذكر أنه كمان حيكون لنا عمل بالتعاون معك ومع المجموعة الكاملة، إن كان حملات إنسانية وعمل رائع. أنا شريكة، أنا شريكة معكم، أنا مشاهير العرب، أنا نادرا ما فوت، وهي قصة الجروبات جديدة، فدخلت أكثر من جروب. وصدقا الأستاذ سامر بيعرف، زروي طبعا بوجه له تحية، أنه هذا الجروب الوحيد اللي أنا مستمرة فيه، وأرفض بقى أدخل أي جروب، لأنه بيجمع بين كتير ناس مفكرين وكتير ناس مثقفين وكتير ناس مهمين وكتير ناس إنسانيين وإنسانيتهم عالية، وهدف الجروب هدف نبيل وسامي. فأنا شريكي معكم بكل نشاطاتكم، بعدين انت الادمن، يعني انت مدير جروبنا. هذا هدفنا وهذا قضيتنا وهذا رساله مشاهير العرب، ومشاهير العرب تكبر باشخاص مثلك معنا، وبنتشرف فيك نحن معنا. وانا بكبر فيكم، وانا كثير اليوم معنا صدفه، ما بعرف شفتك، بس انا كنت خير صدفه خير من الف معاد، كثير سعيده واخذتك بالحضن، لانه كثير بنعرف بعض وكثير بنحب بعض طبعا، وكثير في قواسم مشتركه بيناتنا. بتشكرك ست صحار، ومنوره بيروت، واكيد نحن مكملين معك بمجموعه مشاهير العرب طبعا. وبتشكر مبادرتك انك حبيت تقولي انه يا ريت كان تكريمي من مشاهير العرب، وان شاء الله تكريمك كمان بتم من مشاهير العرب. يعني في حكي صار، بس نتمنى انه ينشغل بشكل كويس، وانا متأكدة انه حينشغل بشكل على مستوى كتير راقي، ومنفاجئ جمهورنا بشيء كتير ظريف من خلال مشاهير العرب. بالتوفيق لنا وقالك ست صحار، وشكرا لك، بعيدك وبعيد عائلتك، ونعاد عليك بالصحة والعافية، ان شاء الله بتكون سنة خير علينا وعليك وعلى مشاهير العرب. نعاد على الجميع يا رب، الامن والامان والسلام والمحبة، وبتمنى الكل يعملوا مثل مشاهير العرب، يدوروا على أي دمعة على خد أضعف الإيمان أنه يشيلوا هاي الدمعة من خد حزين. شكرا لك ست صحة، نورتينا، thank you. شكرا. مشاهير العرب دائما في IP كبير الخارجي، بكبر الإيمان ومسل الصغير المبدع الرائع، والعالم العربي صاحب حوزي لأنه في IP دورة مجموعة مشاهير العرب هما راديو وتلفزيون مشاهير العرب VIP. لسحر رصيد بالسينما بأعمالها بتتكلم عنها، أما برصيد سحر بالأعمال التلفزيونية هي كتير، وكان أبرزها مسلسل بواسل، حرب السنوات الأربع، عش المجانين، ويوميات مدير عام، إضافة للطير، بس اللي ظهر فيه سحر بصورة أقوى كان دورها بليالي الصالحية وباب الحارة. لا أمم يطرش، أنت قلت أنه زيها بنت، حرام الكذب، حرام.
اللي قدرت من خلالها تسحر قلوب المشاهدين بشخصيتها أم بشير، واللي أول مرة بخليك توقف في صفها وتتعاطف معها، ومرة تانية بتخليك توقف ضدها. بس هون كان نجاح الباهر اللي قدرت تستمر فيه على أجزاء المسلسل كافة. ليه من بيتي؟ وهذا البيت ما بقالك فوتي عليه مرة تانية، سمعنا ولا لا؟ وبجانب دورها بباب الحارة قدمت مجموعة من الأعمال الدرامية بالسنوات الأخيرة، كان أهمها بيت جدي، طاحون الشر بجزئين، وزمن البرغوث، وحمام شامي. كان قصدي لبيت أبو صالح مو لبيت أبو ناصر. يبعت لحمة، والله ما انتبهت ابن عمي. صول سحر المميز بيخلي المشاهد أو المستمع يقدر يتعرف عليها بدون ما يشوف شاشة التلفزيون خاصة، بعد ما قدمت أعمال خاصة بالتمثيل الصوتي إضافة لدبلاج المسلسلات التركية زي الأوراق المتسابقة وسنوات الصفصاف وزهرة القصر. بس توصلي اتصلي فينا، واستنيني عنك يا بنتي. شوكات، امتى بدكم تبلشوا تجهزوا الطاولات؟ هن جايين بعد الظهر امي. شلون بعد الظهر؟ خليهم يجوا ابكر امي. خيريه لا تعملي النص. لغايه هلا ما قدمت سحر اي عمل من النوع ده، واللي فسرته بانه انشغالها باعمال دراميه سوريه ما خلتهاش تغيب لفترات طويله برا بلدها. والحلو بالموضوع انه سحر بتجيد اللهجه المصريه بطلاقه، وهالشي بيرفع كمان من رصيدها. اما عن اعمال سحر الجديده فهي الان بمسلسل السلطان والشاي اللي دخل سباق الدراما الرمضانيه، وفيكم تشوفوه هلا على القنوات، وهي بتجسد بالعمل شخصيه والده الشاي اللي بتكون في صراع مع ابنها حول ارائه، واللي بتجسد شخصيته المصري محمد رياض. يمكنك ائتمان مدير خزانة لإدارة دراهم البلاد، لكن من الصعب إدارة القيم برجل واحد. اسحبوا كل شيء، احرقوا كل ما يقف أمامكم. ومع الأسف مش راح نشوف سحر فوزي بدور أم بشير بمسلسل باب الحارة هالسنة، وهالشي إجا بسبب تغييرات طرأت على المسلسل.